في قضية أخرى محمد القاسي سعيد طفت للسطح في آخر يومين، قضية كريم بنزيما مرة أخرى. كريم بنزيما في محور حديث الصحافة الفرنسية، أمس كان وضع تغريدة على انستغرام كتب فيها سامانتي غاسبا، يعني بشأن نهائي المونديال. وكان أيضا اليوم أيضا وضع ستوري مع زين الدين زيدان لم لحظة تسلمه للكرة الذهبية، وقال وكتب فيها أمس، كتب فيها في الأمس، كتب فيها بونوي يعني ليلة سعيدة، بعد أن ظهر بأن زيزو أيضا رفض الحضور في هذا النهائي. زيزو، بلاتيني، بنزيما، بالإضافة إلى لورون بلون، أربعتهم رفضوا دعوة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية من أجل الحضور، يعني دونزين ديليغاسيون بريزيدونسيال، يعني وفد رئاسي رسمي. هؤلاء الأربعة رفضوا. كان في حديث قاسي سعيد عن بنزيما، عن أنه تتذكر جيدا معي صحيفة ليكيب لما كتبت بأنه اللاعبين ولا المنتخب تحرر برحيل بنزيما من المجموعة. هل بنزيما هو محور الخلاف؟ وهل بنزيما مثل ما يقال بأنه خدع ديدي ديشون وأخفى عنه إصابته على مستوى الكوادريسبس تاع القدم اليسرى؟ شوف، ما نظنش خدع ديدي ديشون، لأن اليوم ما تقدرش تخبي إصابة في هذا المستوى مع لا سيونس، ما تقدرش تخبي إصابة. عطاو لديدي باش يبرا، ربما ما براوش، ما نجمش يبرا، ولكن ما نجمش تخبي الإصابة. لما نتكلمش على زيدان، بلاتيني ولوران بلون، هذا شيء اخر. اما بنزيما قيل الكثير عليه ان اللاعبين ما قبلوش، راهم انه غير مرغوب في المنتخب الوطني، وخاصه اليوم المنتخب الوطني الفرنسي الحق للنهائي بدون بنزيما. المنتخب الفرنسي الحق فاز بكاس العالم بدون بنزيما. اليوم ديشان طرحوا عليه السؤال، كلا جبدوا له قضيه بنزيما، قال لهم باسون اوتر شوز، يعني نبريباري فينال دو كوب دي مون. قال لهم ايضا انه نقص احترام ان ل 24 لاعب اللي جبتهم معايا لو نتحدث على بنزيما. اليوم هذا السؤال انا كون حبيت تطرحه لعبد الكريم ما تطرحوليش ليا. عبد الكريم نقول له اليوم انت دير روحك في مكان ديشان، صرا لك هذا المشكل، هل تستدعي بنزيما للنهائيات؟